اهلا وسهلا فيكم، وانا بحب كمان كتير فوشيا. مبسوط ان اليوم انتم موجودين معنا. اكيد يعني هذا شيء كتير منيح لنا ولسوريا. هذا بنعتبره نحن انتصار، انه نحن اليوم بمهرجان كتير مهم، وانا اكيد لي الشرف اني اكون بمهرجان الشام الاول واول حدا بطلع على المسرح. فان شاء الله اليوم محضرين شغلات كتير حلوه وكتير رح يحبوا الناس. نحن مثل ما بنعرف اي بس واحد طلع من شي برنامج بيقولوا انه ليش اختفى وليش ما بين وليش كذا، بس الموضوع هو اكبر من هيك تماما. يعني انا وقت اللي فتت انا كنت لوم الناس، انه كنت حب ناس موجودين ببرامج هواة وكذا، انه ليه هيك صار وانتم ليش هيك عم تعملوا كذا، بس هو الموضوع اكبر من هيك. يعني واحد وقت بيجي اليوم بيوعد انه نحن بدنا نعمل وبدنا نساوي وشركه انتاج وكذا، واحد بيامن خلص بشوف حاله انه تمام وصل، ووقت عم بيروح وعقد لمين ما يخلص ولمين ما يخلص الواحد من العقد لحتى يبلش شغل لحاله. بس الحمد لله خلصنا وبلشنا شغل لحالنا واطلقنا اغنيه بتحبيني. ايه فالحمد لله الناس حبت ولقت صدى حلو، لسه لها اسبوع نازله، يعني ما لها شيء فنيا. يعني دائما الواحد طالع جديد بيواجه موضوع الاعلام، يعني او الدعم الاعلامي، الدعم كشركه انتاج. بس هذا كله مرقنا خلصنا الحمد لله رب العالمين. بلشت مجرد ما قررت اني اشتغل لحالي ومعي هيك ناس وفريق بيحبني، ومعي استاذ باهي قنواتي مدير اعمالي. فالحمد لله يعني لقيت الموضوع غير هيك. انبسطت من حالي انه انا عم بعمل شيء من دون شركه انتاج. ديو كده تسألني على الديو ما في بيني وبين شهد هلأ حاليا، لأنه كل حدا عنده خطه، كل حدا عنده الناس اللي بتسمعه، ونحن بعيدين شوي عن بعض هلأ حاليا. ما في تعامل فني بيني وبينه.